وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعداد دراسات متكامله لانتقاء افضل انواع الزراعات والمحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفاده القصوى من كل مصادرها المتاحه بالدوله وذلك خلال اجتماع لسيادته لمتابعه الموقف المائي لمشروعات استصلاح الاراضي خاصه في منطقه توشكا بجنوب الوادي وقد وجه السيد الرئيس بمواصله الجهود القائمه للانتهاء من مشروعات تطوير منطقه شرق الاسكندريه وفق ارقى المواصفات العالميه. كما شهد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعه موقف طرح الشركات التابعه لجهاز الخدمه الوطنيه للتداول في البورصه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري، واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه، واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها خاصة في منطقة توشكا بجنوب الوادي، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية بما فيها مناطق توشكا والعوينات ومشروع الدلتا الجديده ومستقبل مصر لا سيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصه مصر المائيه الثابته من ايراد نهر النيل والبالغه خمسه وخمسين ونصف مليار متر مكعب سنويا كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكا إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحة الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع فضلا عن الدراسات ذات الصلة بكل من تضاريس المنطقة واحتياجاتها المائية ومصادر الطاقة اللازمة وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وقد وجه السيد الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه الاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصة عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلا عن منظومة الصوب الزراعية إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية وذلك في اطار استراتيجيه الدوله لزياده رقعه الاراضي الزراعيه من المساحه الجغرافيه الكليه للجمهوريه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق احمد خالد قائد القياده الاستراتيجيه والمشرف على التصنيع العسكري واللواء اركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه واللواء احمد العزازي نائب رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه واللواء بحري اركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحريه للشؤون الهندسيه والدكتور اسماعيل شاكر رئيس مجموعه شاكر الاستشاريه، المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان السيد الرئيس اطلع على مستجدات تطوير منطقه شرق الاسكندريه وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظه الاسكندريه، وقد تم في هذا الاطار عرض تفاصيل تطوير منطقه شرق الاسكندريه، خاصه ما يتعلق بانشاء مدينه ابو قير الجديده والتي تعد اول مدينه مصريه يتم بناؤها بالكامل داخل جزيره صناعيه في البحر المتوسط بهدف ان تصبح مدينه استثماريه وتجاريه فضلا عن اضافه حيز عمراني جديد لمنطقه شرق الاسكندريه بحيث تضم اكبر ميناء بحري على السواحل الشماليه والبحر المتوسط وهو ميناء ابي قير الى جانب ادراج مختلف المرافق والمراكز الخدميه المتطوره التي من شانها اظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينه ابي قير الجديده بما فيها العديد من المشروعات التعليميه والمناطق السياحيه والفنادق الفاخره والابراج السكنيه ومجمعات الاسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجيه والصحيه الأندية الرياضية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية وذلك في إطار التنمية الشاملة للمحافظة في كافة القطاعات مع رفض تلك الجهود بالتطوير الجاري حالياً في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية ويحقق. سهوله حركه تنقل المواطنين والمركبات والتجاره كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة. واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. واللواء أركان حرب محمد أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول. واللواء أركان حرب ياسر الجمل، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية صافي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول أراد موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على بدء الاجراءات تمهيدا لطرح حصص من تلك الشركات لتداول اسهمها في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء ما تتمتع به شركاته. من امكانات ومقومات كبيره تؤهلها للمساهمه بفعاليه في عمليه التنميه الشامله التي تسعى اليها الدوله حاليا في مختلف القطاعات